اللهم ارزقني شفاعة الحسين، وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين، وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين. يا حبيبي نور عيني، يا حبيبي نور عيني، يا حسين يا حسين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين. جواد الإمام الحسين، الجواد الذي كان وفيا مع الإمام الحسين منذ خروجه من المدينة المنورة إلى أن وصل في كربلاء وقتل ورحل عن الدنيا بعد شهادة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. تحدثنا في الحلقة الماضية في المحطة السابقة عن جواد الإمام الحسين وعن أهمية الجواد في التاريخ الإسلامي وأيام الجاهلية وأيام العرب وإلى هذا اليوم وأيام المسابقات الفروسية والملاعب التي تحدث في هذا اليوم، وحقوق الحيوان. اليوم هناك منظمات عالمية تتحدث عن حقوق الحيوان، وهناك في الجامعات وفي الثانويات في المدارس هناك علم يدرس باسم علم الحيوان. فإذا عندما تحدث عن جواد الإمام الحسين عليه السلام ليس بغريب، فهذا هو امتداد لهذا العلم. ما دام علم الحيوان يدرس في جامعات، بل في آلاف الجامعات، وهناك تخصصات في مختلف الحيوانات وحتى في الفرس الخيل هناك متخصصين، بل هو ربما هناك شهادة ماجستير أو دكتوراه في الخيل والفروسية. فإذا تحدثنا عن جواد الإمام الحسين عليه السلام فهذا ليس ببعيد علينا. نكمل الحديث عن الجواد. الأنبياء مروا بأرض كربلاء وذكروا الإمام الحسين، أو الجواد وقف عند قبر الحسين، النبي راكب على جواده. ذاك الوقت ما كان في سيارات أو وسائل نقل أخرى، كان الوسيلة إما الجمال وإما الخيول. ولذلك الأنبياء عندما كانوا يركبون الجواد وإذا مروا على أرض كربلاء تكون لهم قصة وحادثة. ولذلك نأتي إلى هذه الفقرة حتى ننقل ماذا قال نبي الله إبراهيم، الذي يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عن الخيل في حياة نبي الله إبراهيم عليه وعلى النبي عليه السلام: وسخرها له ولأبيه إبراهيم، يعني أبي إسماعيل، وكان إبراهيم يركبها كثيرا، يركب الفرس يعني، وكان يوما من الأيام راكبا فرسه ويمشي في البراري والقفار، وصل أرض كربلاء فعثرت فرسه. نعم، فرس النبي إبراهيم عليه السلام عثرت، وسقط النبي وشج رأسه، شج رأس النبي يعني جرح في رأسه عندما سأل ما هذه الأرض، فقالوا لو هذه أرض كربلاء الذي يقتل فيه سبط النبي
محمد صلى الله عليه وآله في هذه الأرض. طيب، هنا نقول بالنسبة إلى فرس الإمام الحسين عليه السلام الذي واكب الإمام في هذه المدة ربما 6 أشهر، يقال أن الإمام انتقل من الفرس إلى فرس، ولكن المشهور أن بقى على جواد واحد، وهذا الجواد الذي ذكرنا له أسماء عديدة، منها الميمون، منها ذو الجناح. الآن تعلم معي أحبتي حتى ننقل لكم أنه فرس الإمام الحسين عليه السلام وحين وصل إلى كربلاء، وماذا كان قصة الفرس في أرض كربلاء. هنا الفرس عندما وصل إلى كربلاء وقف، لم يتحرك، القافلة ماشية، قافلة الإمام الحسين تسير من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة ثم إلى العراق سائرة، ولكن الفرس وقف في بقعة لم يتحرك، وهذه البقعة اسمها كربلاء. تعالوا معي حتى نرى ما قصة جواد الإمام الحسين ولماذا وقف في أرض كربلاء. فنظر إلى الإمام مستغربا، الجواد لا يعصي أمر الإمام، فلماذا لا يتحرك؟ فقال يا قوم، الإمام الحسين يسأل، يا قوم ما يقال لهذه الأرض؟ قالوا أرض الغاضرية. قال فهل لها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى نينوى. قال هل لها اسم غير هذا؟ قال تسمى بشاطئ الفرات. قال الإمام الحسين عليه السلام هل لها اسم غير هذا؟ فقالوا تسمى كربلاء. كربلاء، وما أدراك كربلاء. وعند ذلك الإمام الحسين تنفس الصعداء وقال روح له الفداء، أرض كرب وبلاء، أرض كرب وبلاء. ثم قال الإمام روح له الفداء، قفوا. قال للقافلة، قال لأهل بيتي وأصحابه، قال قفوا ولا ترحلوا، فها هنا والله مناخ ركابنا، وها هنا والله سفك دمائنا، وها هنا والله هتك حريمنا، وها هنا والله قتل رجالنا، وها هنا والله ذبح أطفالنا، وها هنا والله تزار قبورنا، وبهذه التربة وعدني جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا خلف لقوله، ولا يخلف النبي حاشاه أن يقول قولا غير صحيح. الكتاب كتاب نواسخ التاريخ، الجزء الثاني، صفحة 168. هو الذي، من الذي أوقف القافلة أحبتي؟ الذي أوقف القافلة في أرض كربلاء هو جواد الإمام الحسين. أليس لهذا الجواد حق علينا؟ نقول الإنسان له حق، كيف بجواد الإمام الحسين الذي هو أفضل وأشرف من آلاف وعشرات الألوف من الناس الذين لا يحملون في قلوبهم قطرة من الإنسانية، بينما الفرس الحسين وجواد الإمام الحسين بقى وفيا مع المولى، مع أبي عبد الله سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. عندما تأتي إلى قضية الإمام الحسين في كل منطقة، بقعة في أرض كربلاء، كان لجواد الإمام الحسين له موقف في ذلك.
هذا ما ذكره الخوارزمي في مقتل الإمام الحسين عليه السلام في الجزء الثاني صفحة 32. الآن أحبتي تعالوا معي حتى نرى ماذا ذكر كتب أبناء العامة، ماذا قالوا عن جواد الإمام الحسين، لا فقط نحن الشيعة، ماذا قال علماء أبناء العامة كمثال ابن الأثير وسليمان القندوزي في كتابه ينابيع المودة. سأذكر لكم حتى كتب أبناء العامة ذكروا جواد الإمام الحسين عليه السلام. في البداية والنهاية، كتاب البداية والنهاية لابن كثير، جزء الثامن صفحة 204، يقول ابن كثير: ثم خر الإمام الحسين عليه السلام من على فرسه، عندما ضرب الإمام سقط من على ظهر فرسه صريعا وهو مثخن بالجراح، وأخذ يجود بنفسه ويقاتل قتال الفارس الشجاع، يتقي الرمية ويفترس العورة ويشد على الخيل وهو يقول: ويحكم، أعلى قتلي تجتمعون؟ أما والله لا تقتلون بعدي عبدا من عباد الله، أسخط عليكم لقتله مني، إلى آخر كلامه. ابن كثير ينقل هذه القضية أن الإمام الحسين سقط من على ظهر جواده. في مناقب آل أبي طالب ابن شهر آشوب يذكر في الجزء الرابع صفحة 58، يقول: فجعل فرسه، يعني فجعل فرس الإمام الحسين يحامي عن الإمام الحسين. يعني كتب التأريخ أيضا ذكرت فرس الإمام الحسين عليه السلام، فجعل فرسه الإمام الحسين رحمه الله عليه يحامي عن، فجعل فرس الإمام يحامي عن الإمام. يعني ماذا؟ الحسين يقاتل والفرس إلى جانب الحسين يقاتل، هذا مو أنا، هي مصادر التاريخ. يعني الفرس ما كان فقط محط ركوب الإمام الحسين عليه السلام، وإنما جواد الإمام الحسين ذو الجناح أو الميمون كان يقاتل مع الإمام، وإلا فسروا هذا المعنى. فجعل فرسه يحامي عن، عندما سقط الإمام الحسين جعل الفرس يحامي عن الإمام الحسين عليه السلام. تعال نقول لك إلى عطش الإمام الحسين، والله يحتاج إلى كتاب مجلد عن الفرس وعن جواد الإمام الحسين عليه السلام. فرس الحسين وعطش الحسين، هذا أيضا يحتاج إلى حديث طويل أجعله في الحلقة القادمة إن شاء الله. أحببت أن أنقل إليكم شعرا في جواد الإمام الحسين، حتى الشعراء نظموا أشعارا بحق جواد الإمام الحسين. هذا ماذا يدل؟ يدل أن لجواد الإمام الحسين كان له مواقف، ولذلك جعلنا بعض الحلقات عن جواد سيد الشهداء، روحي له الفداء. احنا نقول والعياذ بالله أجلكم الله الكلاب، اكو ناس في أوروبا يعتنون بالكلاب ويجعلون مدارس وشهادات تعطى لبعض الحيوانات في الغرب، وهكذا الفرس. ولكن أين جواد الإمام الحسين؟ هل سمعتم جواد يقاتل من أجل سيده أو راكبه؟ تعالوا معي حتى نرى ماذا قال الشعراء في جواد الإمام الحسين عليه السلام، وأختم بها هذه الحلقة. مذ جاءها يبدل صهيل جواده،
يشكو الظليمة ساكبا للأدمع. يا أيها المهرل مخضب بالدماء، لا تقصدا خيم النساء الضيع. يا مهر قف لا تحم حول الخبا، رفقا بنسوته الكرام هلعي. إني أخاف بأن تروع قلبها وهي التي ما عودت بتروع الحوراء زينب سلام الله عليها. هذا كان إشارة إلى نساء الإمام الحسين بعدما استشهد أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ابن عرندس ينقل أيضا أبيات أخرى في حق جواد الإمام الحسين عليه السلام، يقول: وأتى الجواد ولا جواد فوقه، متوجعا متفجعا متوجلا، عالي الصهيل بمقلة إنسانها باك، يسح الدمع نقطا مهملا. فسمعنا نسوان الحسين صهيله، فسمعنا نسوان الحسين صهيله، فبرزنا من خلال المضارب ثكلا. هذا أشعار أخرى في حق جواد الإمام الحسين عليه السلام. تعالوا معي حتى نعيش مع أبيات أخرى في جواد الإمام الحسين، ويستحق أن يذكر فرس الإمام الحسين، جواد الإمام الحسين في الشعر. وأبى جواد الصبط يهتف ناعيا، وقد ملأ البيداء منه صهيل، فلما سمعنا الطاهرات نعيه لراكبه والسرج منه يميل، برزنا سليبات الحلي نوادبا، لهن على الندب الكريم عويل. والسلام عليكم أحبتي جميعا ورحمة الله وبركاته.